هنا كانوا يكونوا تقريبا العشرات ديال لي بوس هنايا، العشرات ديال 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 لي بوس كيجيو هنا السقالة، كيجيو المدينة القديمة ديال الدار البيضاء، كيجيو التاريخ ديال المغرب. قلالوا هاد الأيامات، قلالوا بهذا الشيء اللي وقع وهاد المظاهرات. تحياتي هاد المظاهرات وهاد قلالوا. شوفوا المصلحة ديال بلادكم، الله يجازيكم بخير. بلادكم راه دولة العالم كله يبغيها، كله يحلم يجي ليها. حاولوا تعطيو الصورة تاعي التعايش في البلاد ديالكم، الصورة ديال السلم. حاولوا تمحيوا ديك الفكرة ديال التطرف، فكرة ديال الظلامية والظلومية والظلمات. حاولوا تبينوا أن المغرب ديالكم مفتوح لجميع الأديان ولجميع المذاهب ولجميع المعتقدات ولجميع الاعتقادات كلها. أنت مسلم بقى مسلم، وخلي الآخر دبر راسو دبر راسو، كلها وكلها وحياته وكلها وكيفاش، فهمتي؟ راه هذا هو الواقع ديالنا. إلا كنا كنشوفوا مصلحتنا وما نربطوهاش مصلحة البلاد، راه والو. إلا بلادك ولاد زوينة وآمنة نقية والعالم كله يشكرها، راك أنت جزء من البلد، أنت جزء من الأمة، جزء من الدولة. جوز فيق أصاحبي، فيق، ما تبقاش تيق أي حاجة قالوها لك، ما تيقش الوعود، شوف العمل. هذا اللي كيعطيك وعود قول لي أنت شنو درتي، وري لي الإنجازات ديالك، وري لي، خلق لي مناصب الشغل، دير لي معامل، دير لي أوراش، افتح لي أوراش في المغاربة يخدموا. ما تعطينيش أنا السياسة الدولية، ما تقرينيش السياسة الدولية، ما تدخلنيش المواقف الدولية، ما تدخلنيش في أمور الدولة. أمور الدولة، السياسة الخارجية هي سياسة ديال الدولة، الدولة عندها السيادة عليها، دير اللي بغات في السياسة الخارجية. ما عندناش حنا نقلبوا على سياستنا الداخلية، كيفاش الأمور ديال المغاربة، المعيشة ديال المغاربة، الحياة اليومية ديال المغاربة، من تعليم وأمن وأمان والصحة وتوظيف، خلق مناصب المدخول الشغل، هذا هو اللي نقلبوا عليه. فكر بحال ما هكذا، وحمي بلادك من الأفكار الطايشة، وحمي بلادك من التسرع والتهور. راه التهور والتسرع حتى في الكرة راه ما يعطي والو، التهور كيعطيك إنذار هذه ما فيهاش وتزق الفرصة، والتسرع ما عمرك تماركي، فهمت؟ خاص تكون عندك السرعة البديهية باش تعرف المقصود، لا غابيديتي اي لا فيتيس اكستريم بور كومبروندغ لو بوت ديال هادو اللي كيعطيوك هاد التوعية ويعطيوك هاد الأفكار هادي. شوف شنو باغيين، تساءل مع راسك، قول هاد الناس شنو باغيين، ماذا يريدون مني، كاسكو فول. فكر مزيان، أنا كندوي معاك، أنا أخوك، أنا مغربي، أنا مغربي، أنا ماشي شعار أخرى غير مغربي، هذا مغربي راه يهضر معاك، عطيه مغربي، مغربي مغربي، ولد بلادك بالدم، ولد الأمة المغربية، ولد التاريخ المغرب، ولد الهوية المغربية، هذا مغربي كيهضر معاك. لا للتسرع ولا للتهور ولا للظلامية ولا للتطرف. فكروا مزيان، فكروا مزيان وشوفوا مصلحة بلادكم، بريوريتي او زانتيغي دو لا ناسيون ماروكان، الأولوية لمصلحة الأمة المغربية، الدولة الأمة المغربية هي لا بريوريتي، هي الأولوية. موروكو فاست، موروكو فاست، وندير الآلاف ديال الفيديوهات سي لو فو، ويوميا، لأن الناس خدموا سنين باش يخدروا لنا عقولنا ونجحوا اون كروند بارتي. واليوم راه حنا كنغسلوا دماغنا من داك الوسخ اللي ركب لينا في دماغنا خلال سنوات ديال الظلام. والحمد لله، اني جامي ترو طار بور سو ريفيي بيان فير، اني جامي ترو طار، جامي ترو طار. المغاربة قادين على التحدي، والمغاربة شعب التحدي، المغاربة شعب التحدي، وحتى واحد ما يضحك عليهم. وإلا فاقوا بك راه يلوحوك في لابوبيل، إلا كنتي كتكذب على المغاربة ويفيقوا بك، عول غيلوحوك في سلة المهملات، عرفتي سلة المهملات، غيلوحوك تماك. عافاكم، أتهلاو في بلادكم، تهلاو في بلادكم. هذه نصيحة من عند خوكم المغربي، ولد المغرب، دم وعرق روح، تهلاو في بلادكم، وما تديوهاش في الناس المضللين اللي كيتحوروا موضوع داخلي
كيردوه موضوع دولي ويدخلوه في المغرب شؤونها اللي كتضمن لها الاستقرار وتضمن لها القوه، لان التحالف تخرج منه القوه، تولي المغرب انتوشابل. المغرب كيدير التحالفات ديالو كيصبح انتوشابل، ما تقدرش تقول لي شنو عطاني لاكورد ابراهام ولا ما عطانيش. سول المختصين في لا جيو استراتيجي ولا جيو بوليتيك، سول المختصين في الايكونومي، سول المختصين في لا تكنولوجي ميليتار ولا تكنولوجي اندستريال وعالم الزبونيه. سمعت، الا كنتي ما عندكش تحالف حتى لي كليون اللي عندك يديوهم لك، لي كليون اللي تقدم عندك السلعه ديالك يديوها لك، السياحه اللي كتاكل منها الخبز يديوها لك، سلعتك ديال الفلاحه يبوروها فيك، خلوها تغمل عندك، خليها تغمل، خليها تخمج عندك. ردوا بالكم، ردوا بالكم، هذه راه البلاد ديالكم، ديما كنقولها لكم، هذا المغرب راه ديالكم، حافظوا عليه، راه امانه من عند الجدود ديالكم، جداد جداد جدود جدودكم، الشجره ديالكم خلاتكم امانه باش تعطيوها ماسونه لوليداتكم.